بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولله الحمد والمنة، بالأمس بدأنا بدراسة هذا المتن المبارك، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نراجع أول ما أخذنا بالأمس، ثم نبدأ بإذن الله تعالى بالدرس الجديد. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، قل هو الله أحد. نعم. ولهذا نقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى، واحد في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء. نعم. ولا شيء يعجزه. نعم. ولا إله غيره، قدير بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قلنا، قالوا هنا يغني عن هذا أننا نأتي بما جاء في القرآن، وهذا أولى. من باب الخبر يصح، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قلنا أضيق باب باب الأسماء، ثم أوسع منه قليلا باب الصفات، أما باب الأخبار واسع. فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء ومذكور، لكن لا يوصف ولا يسمى بهذا. نعم. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله سبحانه وتعالى كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد لكمال أحديته وصمديته وكمال غنى سبحانه وتعالى. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نسير، لابد في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا يظلم أحدا، هل معناه أن هذا الكلام مدح؟ لا، هذا ذم. لكن عندما تقول الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الصفات المنفية قليل جدا مقابل الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية كثيرة جدا، الصفات المنفية قليلة. الصفات المنفية لا تأتي غالبا إلا لبيان كمال كماله سبحانه وتعالى، أو دفع ما ادعاه الكاذبون في حقه، أو دفع توهم نقص. إذن الصفات المنفية تأتي في هذه الأشياء الثلاثة، لبيان كماله، وقلنا هذا قليل مقابل الصفات الثبوتية، دفع ما ادعاه الكاذبون في حقه أن دعوا للرحمن ولدا، دفع توهم نقص، وما مسنا من لغوب، حتى لا يتوهم وتوهم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض لحقوا شيء من التعب أو النصب أو كذا، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا عن نفسه لكماله وقدرته وقوته سبحانه وتعالى وعزته. نعم. ثم أيضا لو جئت مثلا تمدح ملك من الملوك، تمدحه بماذا؟ بالصفات الثبوتية والمنفية؟ ثبوتية، لأنه لا يمكن تقول للملك أو الحاكم، تقول أنت لست بخائن ولست بكذاب، قد يقتلك إذا عددت هذه الصفات وفصلت فيها. أي نعم. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. تقدم معنا عندنا قاعدة إذا تسير عليها في الأسماء، في باب، في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، تكون على معتقد أهل السنة والجماعة. إما أن تقول بما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والإيمان به واجب، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة.
إثبات وتنزيه المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. ثلاث أدلة عندنا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحطون به شيئا، ولا يحطون به علما. إثبات كل ما أثبت الله لنفسه، تنزيه الله سبحانه وتعالى ما أثبت الخلق، المعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. نعم. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات كمال، كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى له فيها ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن أكمله، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وذروا اتركوا الذين يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها، يسمون الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، سيأتي الإلحاد بإذن الله. نعم. الإلحاد ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. إلحاد في الآيات آيات شرعية وكونية. إلحاد في الأسماء والصفات إنكار الأسماء والصفات، أو يثبت الاسم وينكر الصفة يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء الأصنام، يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. أقسام خمسة الحاد في الأسماء والصفات. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. نعم، فهو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. ذلك لأنه تقدم معنا أن الأسماء دلالات الاسم ثلاثة: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. مطابقة أن الاسم ينطبق على المسمى، لأنه قد تسمي بعض الناس تسمي صالح، وقد يكون نسأل الله العافية والسلامة طالح تغير اسمه، لا تسمي عبد الله، وقد يكون نسأل الله العافية والسلامة من أفجر خلق الله فلا تغير. لكن أسماء الله الاسم منطبق على المسمى، والوصف منطبق على الموصوف، دلالة مطابقة. التضمن كل اسم يتضمن صفة ولا بد، وإلا وقعنا في الإلحاد. تقول الخالق هو اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الخلق، الحي اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الحياة، وعلى هذا تمشي. الثالث دلالة الالتزام. دلالة الالتزام قلنا الخالق لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، هذه دلالة التزام يدل على معنى خارج عنه. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وقلنا هذه الآية فيها الإثبات والتنزيه وطريقة القرآن في هذه الآية، التفصيل في الإثبات كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الصفات الثبوتية كثيرة مقابل الصفات المنفية. إذن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، أدلة كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعلى هذا نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال. نعم. عندنا الآن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر: علم
كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى، إذا وقع كيف يقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا العلم. الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب يتكلم عنها ويكثر في الكلام عنها، لأن قلنا هؤلاء العلماء دائما تجد الواحد منهم يركز على الإشكالات التي تكون في زمنه. إشكالات كانت في زمنه جبرية وقدرية هنا. نعم، البعض يقول أن أفعال العباد غير مخلوقة، وبعضهم يقول غير مخلوقة، وبعضهم يقول الإنسان مشبور، وقد تكلمنا في هذا الكلام، وحتى أرادوا أن يوقعون اليوم في هذه الإشكالات. يسألك ويقول لك هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول الرد على هذا السؤال من ثلاثة أوجه، أو نرد يعني بثلاث درجات. نقول أولا، هل سأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا؟ تقول لا. هل والمسؤول من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لله. إذا لم يسأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتكلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لهذا السائل إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة أولا. ثم نقول لهذا السائل، ماذا تريد بهذا السؤال؟ تريد توقعنا إما في القول بإنكار القدر أو بالجبرية، إنسان مجبور. إذا قلت هذا أصبحت مع القدرية، وإذا قلت بهذا أنت مع الجبرية. طيب، ثم الثالث، نقول هذه المسألة فيها تفصيل، الإنسان في أشياء مسير وفي أشياء مخير، ولا نسأل ولا نتكلم بهذا الكلام. ولهذا قلنا بالأمس، تميزت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ويتكلم بها، يأتي بها في مؤلفاته، وهذا من أحسن ما يكون، لأنه لا يمكن أن يدخلها خطأ. ولهذا يعني كانت هناك ملاحظات على هذه العقيدة، لأنه انتقى وذكر فيها أشياء لم ترد في كتاب والسنة. لا إشكال نحسن الظن ونتكلم كما ذكر الشيخ بن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع، لكن الأولى أن نأتي بنصوص الكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة قال فافعل. إذن أراد بهذا أن يرد على القدرية والجبرية. نعم، قال وهو متعار عن الأضداد والأنداد. نعم، العلو أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وياكم منهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات، أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، أدلة القرآن تنوعت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تارة بإثبات العلو وإثبات الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية، جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، بل السنة المتواتر. الإجماع، أجمعت الأمة. العقل، يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. الفطرة، قال أخبرنا يا أستاذ، عندما كان الأستاذ ينكر العلو ويتكلم بكلام حتى يصل إلى إنكار العلو، فقال له أخبرنا يا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. تقول يا رب، الفقير الآن يدق عليك أحيانا، الزجاج باب السيارة يدق عليك، ما تكلمه؟ تقول له هكذا، يعني
الله يعطيك. نعم. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإقمنا أن كل من عنده.